كما تعرفوا ان تفرض الحجر الصحي على مدينه القنيطره والنواحي ديالها يوم 13 في الشهر. ارتأت الشركه باش انها تكون حاضره وبانها تشارك في التوعيه والتحسيس ديال المواطنين باهميه التباعد الاجتماعي وكيفاش اننا نحميو راسنا ونحميو لونتوراج ديالنا من هذا الفيروس. يعني اتصلنا بالجماعه وقررنا باش اننا نديروا حمله تحسيسيه اللي تكون شامله فيها التقييم وفيها التحسيس لسكان مدينه المديه. غادي تكون فواتور اللي تدور في المدينه كلها تدي التحسيس والتوعيه فيها نصائح اللي هما متسجلاتهم الشركه على ود هادشي على ود كورونا والحمايه الشخصيه والتباعد لبس الكمامه الى غير ذلك، زائد دي زوديو اللي فيهم نصائح كيفاش انا نتخلص من الكمامه، لان اهم عمليه هي من بعد ما تنسى لي هذه الكمامه تتكون فيها الفيروس ولا شي حاجه وتصبح خطر على عامل النظافه اكثر ما تصبح خطر على 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 الشخص اللي كان لابسها. زائد اننا غادي نديروا عمليه تقييم للمهدية كلها ان شاء الله، غادي ندوزوا في الاماكن اللي هما اتخذتهم السلطه وماركات فيهم بانهم فيهم ناس مخالطين وفيها الوباء، زائد اماكن عموميه اللي فيهم ساحات فيهم اسواق الى غير ذلك. هي كاين عدد كبير من الكمامات للاحتياجات ديال المواطنين والساكنه ديال المدينه كلها. الشركه والجماعه انهم حطوا لي بيزوان ديال الناس كلهم، من كمامات من معقمات اللي غادي يعقموا الشوارع ويعقموا الازقه. المهم حنا حاضرين وحاضرين بقوه ان شاء الله باش اننا نساهموا في هذه المرحله هذه اللي هي مرحله الوباء. صراحه في الايام الاخيره القليله يعني حسينا بالخطر، حسينا بالامور بدا يتفاقم. المهديه وصلت تقريبا 114، يعني مساله مستهله، يعني وحنا رغم ان المجهودات التي نقوم بها كجماعه بشكل يومي منذ بدايه الحجر من مارس الى حد الان صراحه دار مجهود، لكن بعد التهاون في بعض الاحيان يعني الانسان المواطن ما شعروش، يعني ما عطاوش الاهميه القصوى لهذا الوباء. صراحه حاولنا انه بشراكه مع شركه اوزون مشكوره من هذا المنبر هذا، لانها صراحه خدات المبادره ودنا شراكه يعني باش نقوموا بالتحسيس وبالتعقيم كاع جميع الاماكن اللي تتم هديه باش نحاولوا على الاقل نحدوا من هذا الوباء بمدينه المهديه. هي فعلا تم كما تنشوفوا هنايا توزيع الكمامات ديال من طرف شركه اوزون، اضافه الى التحسيس اضافه الى التعقيم، هذا كله يتشكر عليه شركه اوزون. وهنا تنبينوا بان شركه اوزون شركه مواطنه، يعني صراحه تتكون معنا في اي مناسبه اللي تتكون معنا في مناسبه الاعياد في اي مناسبه تكون حاضره، وتنشكرها بزاف من هذا المنبر لان دخلت في بالتصدي لهذا الوباء. حمله مزيانه لصالح الجميع، و يكون شويه ديال التباعد وداك الشيء باش يكون داك الشيء مريقل بهذا الفيروس ان شاء الله يمشي علينا بسلامه وصافي. كيديروا لنا التعقيم، انت كتشوف كيفاش داير التعقيم والكمامات، بحال مثلا ملي كتمشي هذه كتحيد كنديروا هذه ان شاء الله، والامور كتبقى غادا مزيانه. نصائح هو بحال مثلا غنديروا واحد الحاجز هنا، بحال مثلا هذا ليسباس عندي انا صغيره، غنديروا واحد الحاجز هنايا باش بنادم ما يبقاش يدخل عندي حتى لداخل. ايوا صافي، وشويه ديال التباعد وشويه ديال النظام وصافي. يلا يا ودي هادشي، وإلا كان مصالح الشعب راه هادشي مزيان بخير، غير معنا مع الستة قابلين هادشي هذا على حساب إلا كان هادشي مصالح المواطن ومصالحنا راه حنا بغيناه، علاش ما بغيناش؟ عطاونا هادشي ديال النظافة تنقفو مزيان، فهمتي ولا؟ التباعد
الانسان تبعد منه، التجمع ممنوع، الشيء اللي كاين ممنوع، الجوق لا، وداك الشيء الشيء اللي كاين اخويا. الله يحفظك، عطاو لك ماما تبارك. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.